مالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين يطلقون في هذه البلاد أكثر من الذين يتزوجون، وكأننا بطبيعتنا شعب مطلق، نطلق كل شيء إلا الفقر يظل على ذمتنا حتى تقوم الساعة. فلانة تطلقت، لو فيها خير ما طلقها زوجها، أكيد كانت مقصرة ومهملة بحق بيتها وزوجها. واحدة تقول تبوقت علي ولفست النعمة برجلها، مش يمكن الخطأ من زوجها؟ لا، ما دام تطلقت الخطأ من عندها كان لازم تصبر. تصبر ليش؟ العصمة بيده ولا العصمة بيدها؟ هي ذي طلقته ولا هو ذي طلقها؟ هي المتضررة من الطلاق أكثر من الرجل. ما فيش امرأة عاقلة تخرب بيتها بإيدها. 90% من حالات الطلاق سببها الفقر بحسب الإحصائيات، والمرأة غالبا هي من يتحمل المسؤولية بسبب سوء الإدارة المالية للرجال. المعاش قات وشقارة والعيال لهم الله. الحياة الزوجية أيضا ليست مستقلة في بلادنا، بل هي طبق مفتوح أمام تدخلات الأهل، سواء أهل الزوج أو أهل الزوجة. تشتي تخرج، ليش طلقت؟ قالوا تشتي تخرج بيت لوحدها. مشاكل بين الزوج وأم الزوج أو أخواته، اختلاف على المهرة، كل هذا لأن الحياة الزوجية مفتوحة أمام الأهل. ضعف شخصية الرجل، ما بيش لا شخصية، تكتشف الفتاة بأن زوجها غير قادر على حماية حياتهم المستقلة، وأنه طالب مجتهد ينفذ بدقة شديدة تعليمات أهله حتى في طريقة الكلام معها. منطق المجتمع مع الطلاق، رجوع البنت إلى الأساس أثقل من الرصاص. رجعتك يا فجعة يا بجعة. بالنسبة للرجل لا يوجد مشكلة، ممكن يتزوج ويطلق بعد تشعر راسه، بالعكس المجتمع يمنحها الحزام الأسود في البطولة. أما النساء فويل ثم ويل ثم ويل لمن تطلقت مرة واحدة. لو وعتاب وإحباط ويأس وضغط نفسي شديد، وكأنها ليست مخلوقة وروح من روح ودم. حجر عليها وعلى مشاعرها وكأنها مريضة بمرض معدي، ولا يجب الاقتراب منها مرة ثانية بسبب طلاقها. واحد جلس مغترب 30 سنة في الخارج، وأول ما رجع كافأ زوجته على انتظارها له وراح يتزوج عليها. عندما سألته ليش؟ قال ما جبتي لي عيال. قالت له كان عترسلهم بالبريد، كيف تجيب لا عيال وهو له 30 سنة في الخارج؟ والنساء اليمنيات بطبعهن صبورات، الواحدة ما تطلب الطلاق إلا وقد صبرت صبر الحجر. تجد هناك من الرجال من عمله مطلق، انضبح طلق، وانفرح طلق، انبخل طلق، وانعزم وضيف طلق. واحد قال لمرته إن خرجتي من البيت فأنتي طالق، وإن جلستي فأنتي طالق، فظلت واقفة وكأنها تمثال. باقي واحد طلق زوجته بعد ما صلوا عليها ودفنوها، وقف على القبر وقال أشهد الله ثم أشهدكم إني قد طلقتها الآن. قالوا له قد ماتت، ليش عادك طلقتها؟ قال لهم سمعت إن المرأة إذا دخلت الجنة فإن الله يجمعها بزوجها، وأنا بصراحة خايف إذا دخلت الجنة ألاقيها بوجيهنك. وقد تجد من يطلق زوجته ويخبي ورقة الطلاق حتى إذا مات قبلها تظهر ورقة الطلاق ولا ترثه، وإذا ماتت قبله يخبي ورقة الطلاق ويرثها. هذا موجود في مجتمعنا. وبعض الرجال يستخدم الطلاق مثل حق الفيتو، أو بالأصح مثل السيف المسلط على رقبة المرأة، وكأنه يمسكها من يدها التي توجعها، على اعتبار أن عبارة أنت طالق تجعلها تتخيل الحالة الاجتماعية التي ستعانيها في حال تطلقت. ليش بنتعامل مع طلاق المرأة بحساسية؟ نشوف لها بشفقة أو بظن؟ ليش نشوف لها من زاوية مظلمة؟
نتصرف معها من منطلق انها ضعيفه بطبعها والطلاق زادها ضعف، ونتصرف مع الرجل من منطلق انه قوي والطلاق زاده قوه. المطلقه تشعر بالوحده وانها اصبحت عبء ثقيل على عائلتها، خصوصا عندما تجد من اهلها من يعاملونها بحذر بسبب خوفهم عليها. شعورها ان العيون تراقبها اينما ذهبت وانها محل القيل والقال، كل هذا يجعلها تفضل العزله، وتشعر انها ضحيه مظلومه خاصه ممن كانوا سببا في زواجها او طلاقها، وانها كانت تستحق افضل مما نالت، فترفض من يتقدمون لها خوفا من ان يتكرر الفشل. ليش دائما ننسى ان المطلقه هي اخت، ابنه، قريبه، واجبنا نشاركها آلامها بدلا من أن ننتقدها أو نعيب عليها وكأن فرصتها في الحياة انتهت؟ نحسسها أن الحياة ما زالت أمامها. الطلاق ليس نهاية العالم، تجربة فاشلة لا تعني حياة تعيسة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولا يطيب الختام إلا بالصلاة والسلام على النبي، استودعكم الله.